تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين، وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم. وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم، وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه. نعم، وصلت رسالتك أيها المومس، ووصلت قبلها رسالة ابن سلمان إلى العالم أجمع، ورسالة صبيه بطريق آل الشيخ. فحواها أن الأمير الفاجر لم يعد يطرب إلا على كلام الكفر والفجور تشدو به حناجر العاهرات والماجنات في حرب مفتوحة على الله ورسوله. تقف المغنية الإباحية الأسترالية إيجي إيزاليا على خشبة المسرح في بوليفارد سيتي بمدينة الرياض بلباسها الفاضح أمام قطيع من الحضور، تشتم إلههم وتزدري نبيهم وتهزأ بأقدس مقدساتهم، بينما هم مخدرون ويتمايلون ويترقصون على أنغام الراب الشيطانية في حفل يظن الناظر للوهلة الأولى أنه يقام في لاس فيغاس أو في تل أبيب، لكنه في الحقيقة في أقدس البلاد على وجه الأرض في بلاد الحرمين، منبع الحضارة الإسلامية وقبلة المسلمين التي تهفو إليها أرواحهم. ما هذا الحال الذي وصلت إليه المملكة؟ يتساءل كثير من الناس اليوم، أين علماء السوء الذين زينوا لابن سلمان أفعاله؟ وكيف سيبررون هذا الكفر البواح؟ الخرابيط موجود ما ننفيها، لكن اللي عندك ما الدولة من خرابيط الكفر واللعانة اللي تقودها الدولة وطواغيتها، ألعن وكفر. لا تلبس، اتق الله، لا تلبس الحق. بس أنت اللي قاعد تخربط، أنا ملبس أنا. لا تلبس الشر اللي عند إخوانا مجاهدين، ما يجي ولا عشر معشارة اللي عندها الطواغيت الأمريكان الملاعين اللي يحكمون هالدولة. المملكة العربية السعودية العلمانية الأمريكية بين قوسين علاقتها بأمريكا علاقة استراتيجية وقديمة وخدمة له، عفوا شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين أنفسهم يفتخرون وبلا خجل ولا حياة، ومشايخهم دايسين بن على ما يسوون شيء، ولا لو مشايخوا فيهم خير كانوا لعنوهم وكفروا بهم. يا شيخ اسمعني، هم الآن يا يوسف هم الآن اسمعني، أنا مستعد تقطع قطع قطع عشان هالكلام، هذا كلام حق لأي يجب أن يظهر.